تقولك تحيه الرئيس عبد الى من مولاي بوسلام، تحيه الناس ديال مولاي بوسلام بالصحه الفراجة. واش يمكن لي نطعم الدرعي بروطاله صغيره؟ حيه تحياتي، تحياتي للناس الاصدقاء ديالنا في مولاي بوسلام، تحياتي. بالنسبه خويا الدرعي بروطاله صغيره، هذاك هو الطعم المفضل اللي عنده. كل ما كانت روطاله صغيره كل ما كانت مزيانه، ما تكونش بداك الحجم الكبير شويه، ولكن تكون صغيره في المتناول. هذيك راه ماشي غير الدرعي، الدرعي الكوربين اي حوت كيدخل عليها مزيانه خويا هذيك في الطعم، ولكن بشرط تكون جديده حيه، يعني ما تكونش مبيخه ميته بواحد المده وعاطيه الريحه ولا لا، جديده جديده لونسيها ويكون البحر حرش شويه، يكون البحر حرش شي شويه، ما تنقيها ما والو بلا بهاكاك. وكون متاكد غادي يجيب الله التيسير ان شاء الله. ان شاء الله رئيس عبد الاله، الجواب راه كان واضح.